تعد حملة الجود بالموجود التي ستنطلق مع بداية شهر رمضان المبارك هي إحدى الحملات التطوعية بأيادي الشباب الكويتي الذي جبل على حب الخير ومساعدة الغير في شهر الجود والعطاء. نتابع المزيد من هذه الحملة في سياق هذا التقرير. وجبات تموينية يقدمها فريق كويتي متطوع لشهر رمضان المبارك تهدف إلى تجسيد روح المشاركة والعطاء بين فئة الشباب. حملة جود موجود هي تهدف إلى توزيع وجبات تموينية للأسر المتعففة، والوجبات التموينية هي عبارة عن ماتشلة، مواد تموينية من الزيت، الشكر، العدس، مواد معلبات ومعجون الطماط. وكل هذه الأشياء اللي قلت لك ياهم من أداء وشغل شباب الكويت، تغليفها بالتشيز بالوزن، وأيضا هم اللي يقومون بتوزيعها. عندنا الفريق جدا متعاون والمبادرة فيه بشكل واضح، وكل هذا عشان نخدم الأسر المتعففة بشهر رمضان المبارك. 6 محافظات يتم توزيع المواد التموينية عليها، بداية من محافظة حولي وانتهاء بمحافظة الجهراء. هالسنة إن شاء الله راح نوزع بحملة جود على 6 محافظات، ما يقارب تقريبا ما بين العاصمة والأحمدي والحولي، ما بين تقريبا حوالي 700 وجبة، تمام، أو كرتون تمويني، تمام، وما بين تقريبا حوالي 2000 إلى 2250 على الوجبة للفرد الواحد، تمام. وبالنسبة حق المحافظات اللي هي الأحمدية أو الجهرة تقريبا حوالي ما بين 2000 إلى 2250 وجبة. التوزيع راح يكون بالسلاسل اللي احنا متعودين عليها إن شاء الله، بما أن هذه 3 مرة أن راح نكون نطلع بالباصات نتوجه حق المحافظات وفي أماكن نقطة التقاء. شباب أحب أن ينثروا الخير على الأسر المتعففة في الشهر الفضيل ليجسدوا روح المشاركة الوطنية الشبابية الكويتية، ليؤكدوا أن الكويت مركزا للعمل الإنساني. عبدالله الصفار، لتلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول حملة الجود بالموجود يسعدنا أن ينضم إلينا بالاستوديو جنان القناعي رئيس اللجنة الإعلامية لمشروع معا، والأستاذ زياد الحنيف رئيس المشاريع في مشروع معا ورئيس حملة جود. أهلا بكم. صباح عليكم بالخير أستاذ جنان، وكذلك أستاذ زياد، سعداء جدا بوجودكم معنا في برنامج العالم هذا الصباح. يعني الكلمة اللي سمعناها الجود بالموجود هي أساسا كلمة كويتية قديمة، ها؟ بالضبط، يعني الجود من الموجود، فتحل البركة على اللي موجود عندنا، فبالتالي يتم تقاسمها مع الآخرين. لهذه يعني جاءت هذه الفكرة، لكن متى تبلورت عندكم الفكرة بهذا الفريق وقمتوا بإنشاء هذا العمل التطوعي؟ أول شيء نصبح عليكم وصبح على أهل الديرة كلهم. الفكرة جاتنا تقريبا من 3 سنوات، أوكي، عن فكرة اللي هو الجود من الموجود. وإحنا ترى على فكرة نحب ننقي الأسامي الكويتية يعني، ونطلع الأسامي الكويتية هذا اللي نذكر الناس بالقبل. الفكرة تقريبا من 3 سنوات، طبعا إحنا كنا يعني قاعد نفكر نبي نسوي شغلة برمضان ما بيننا وما بين وزارة الشباب، فطلعت لنا الفكرة اللي هي جود من الموجود. وكانت شنو الفكرة، شنو راح نسوينا؟ قلنا نفكر ان نطلع مواد تموينية او اغذية او شغلة، فطلعنا المواد التموينية ونقيناها على حسب حاجة الشخص او الفرد او العائلة، الاحتياج اللي يكفيهم والسوالف هذا. وبعدين يعني كبرت الفكرة، وين نوزعها، شنو نوزعها؟ فقلنا بعدين لأنا بنوزعها على مثلا المحافظات 6، تمام، بالكميات اللي احنا نحتاج ان نوزعها بهالطريقة هذه. جميل. استاذة، ممكن تكلمينا عن مجموعة معا التطوعية يعني تفصيل اكثر؟ ان شاء الله. صباحكم الله بالخير. صباحك بالخير. طبعا مشروع معا مشروع يستهدف فئة الشباب، وايضا مشروع معا هو يستهدف في تنمية الشاب. دائما نشوف شبابنا، وايد عندنا من الشباب عندهم وقت فراغ ما يعرفون ينمونه او يستثمرونه بشيء فيهم، لكن في مشروع معا نقوم باعداد انسان بحد ذاته هو شاب منتج، يحب ذاته، يحب يفيد مجتمعه بشيء يرفع فيه اسم مجتمعه، وشيء يعني
ايضا يعني يؤثر فيه على اللي حواليه بشيء يفيده. جميل. الاستاذ زياد استاذ جنان ذكر كلمه جدا جميله، قال ان هذا الموضوع حابين نوزع على جميع المحافظات، بس من الفئة اللي راح تشملها مثلا توزيع هذه مثلا نقول الحقيبة التموينية إنجاز التعبير أو الباكيج اللي انتم مسوينه هذا؟ أي مثل ما قاعد تشوفون بالفيديو، أي الفئة اللي هي قاعد تسوي هذه العلب والوجبات التموينية واللي قاعد توزعها هم الشباب، شباب الكويت. دائما احنا نسوي دورات ننميهم، العطاء، العمل، التعاون. لكن مو بس شيء نظري نظري، احنا بحملة جود قاعد نطبقه عملي، قاعد نطبق هذه القيم اللي فيها هم باكر ان شاء الله راح يرفعون في دولتهم من خلال تماسكهم، تعاونهم وعطائهم. جميل. احنا قاعد نشوف حتى يمكن الصورة اميره لو تلاحظين ترى مختلف الاعمار، ها انت لو تشوفنا كله بشغل ايادي شباب الكويت، يعني تغليف، تلزيق، هم من التسجيل، الاستقبال، ترى يعني انت لو تي راح تعيش جو ثاني، راح تفتخر بشباب الكويت. جميل جميل. وشلون يتم التوزيع؟ يعني شلون تعرفون الناس اللي بحاجه حق الاشياء هذه؟ بالنسبه حق التوزيع احنا يعني مخططين ودائما احنا نسويها ان شاء الله، راح نطلع عن طريق باصات وهافلوري. طبعا يعني مثل ما قالت الاخ جنان، احنا الهدف من جود اللي هو اللي الشاب، يعني مو كعمل اللي هي توزيع المواد الغذائيه، وهذا هذا هدف حلو، لكن الهدف الاساسي اللي هو الشاب نفسه، لما نزرع منه العطاء والقيمه العطاء ونخليه يحس بقيمه الشغل، هذا يصير شيء حلو. فلما نترجمه عن طريق شنو؟ التوزيع. التوزيع شلون راح يصير؟ يصير عن طريق مثلا الباصات، مقسمينها تقريبا خلال فترة الأسبوع، كل تقريبا يوم، مثلا السبت راح تصير الجهرة، الأربعاء راح تصير الفروانية، الأحد راح تصير حولي، وهالاختلافات يعني عرفتي. نطلع من الساعة 2:30، طبعا بهذا راح يكون برمضان، نطلع من الساعة 2:30 نروح بالباصات الشباب كلهم والبنات، ونروح المحافظات ونوزع هناك. شيء جميل. نعم. يعني أنا من خلال الصور اللي قاعد أشوف إن في همة، في نشاط، لكن ودي أرجع الحين في بداية معرض كلامنا على الحديث معك أستاذ زياد وكذلك أستاذ جنان. الفكرة، من صاحب الفكرة اللي تبلورت؟ فكرة العمل التطوعي هي فكرة يعني مش جديدة، وعمل الخير أيضا فكرة مش جديدة، لكن أنتوا شلون التميتوا على بعض؟ وبعدين منو أنتوا؟ يعني أنا أقصد هل أنتوا مثلا فريق كنتوا في الجامعة؟ هل أنتوا فريق في العمل؟ هل أنتوا أهل وبديتوا تفكرون وبالتالي كبرت الدائرة وياكم؟ احنا في البداية احنا مشروع معا، تمام، مشروع معا هو عمل شبابي نهدف إلى تنمية الشاب جميع المجال، جميع كل شيء. فكانت البداية مثل ما قلت لكم أن نبي نسوي فكرة جديدة، شنو شيء جديد حق رمضان، تمام، حق اللي هو جود اللي هو، فهذه هي البداية. والباجي ممكن تفيدك فيها جنان. طبعا مشروع معا عمره 3 سنين كمشروع بكل مراحلة، وأيضا حملة جود عمرها 3 سنين بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب. جميل. وأيضا عندنا رعاة، وأيضا يعني فكرة مشروع معا أستاذة نوال المهيني لها ألف تحية، وأيضا بدور، وأيضا أنا نسيت السؤال. أنت نسيت السؤال، نذكرش مرة ثانية بالسؤال. أنتوا شلون بديتوا كفكرتكم؟ يعني انطلاقتكم في البداية قلتي قبل 3 سنوات. أي من 3 سنوات. لكن شلون تجمعتوا مثلا؟ شلون كبر عددكم؟ حاليا كم عددكم تقريبا؟ تقدرون تحصون عددكم؟ كأعضاء تقريبا بين 60. اي لكن يعني. لكن سبحان الله، ترى الفكره دائما تبدا من شخص واحد اكيد، والشخص يصير اثنين، والاثنين يعني يساعدون بعض ويسوون 3 أو 4. اي احنا دائما نقول معا بيت كبير فيه الداش وفيه الطالع، لكن اللي طالع من معا معاه دوراته وخبراته، وايضا مشروعه الشخصي اللي ينفذه من تاثير مشروع معا له. ممتاز ممتاز جدا ممتاز. وايضا بساعه جت لي فكره الحين نسيتها. زين، تقدرون تذكرون لنا مشاريع تطوعية غير الجود بالموجود؟ بالنسبة حق مشاريع معنا اللي احنا سويناها كان مشاريع تطوعية،
سوينا اللي هي حملة اللي هو معا إيجابيين. هذه يمكن حملة صارت اللي هي كنا نوزع ورد يوم الأحد حق الموظفين والناس اللي موجودين في الشارع، نغير فكرة يوم الأحد حق الناس. تمام، هي الناس صارت ما تحب يوم الأحد، يخففون وقته على الناس. بالضبط، يعني الأهالي يشوفون إذا في يوم أحد مدرسة، وزادوا بالسوشيال ميديا. بس نحب نذكركم ترى أنه باشر يوم الأحد، ولو أنه ترى يوم الأحد ترى هو يشابه يوم الاثنين والثلاثة، وحالة ترى حال يوم الخميس. صح، اللي الناس دائما تستانس الله اليوم يوم الخميس، ترى يوم الخميس يوم عمل ويوم الأحد يوم عمل. بالضبط، بس فكرة الوردة هذه جدا جميلة. يعني هذا من ضمن الأفكار اللي احنا سويناها. من قبل كنا سوينا الأكاديمية اللي هي يعني هذا كمشروع معا، اللي هي الأكاديمية اللي هي 12 دورة تدريبية، زائد سوينا أمسيات، زائد سوينا ملتقى صحفي فنانين كان تقييمهم بعد كان في عمل رمضان. يعني قاعد نسوي أنشطة اللي تساعد الشاب شوية كتنمية. وايد وايد حلو، وايد جميل. نقول لك بعد مجانا، يعني الموضوع الدورات كلها مجانا، ياخذون شهادات. جدا جميل. أنا اللي بقصده أستاذ جناب بصفتك أنت يعني رئيسة الجهاز الإعلامي موجودة في هذا المشروع، الآن من يريد أن يعني ينضم إليكم في هذا المجال، لا شك أن يعني العمل التطوعي هو عمل جميل، ولكن أكيد له تهيئة. يعني مش كل إنسان يدخل ويعرف مثلا العمل التطوعي يعتقد أن الموضوع بسيط. العمل التطوعي قد يكون جهد، وقت، التزام، انتظام. فهل هنالك دورات تأهيلية لمن يريد أن يدخل في العمل التطوعي؟ نعم، مثل ما قال أستاذ زياد، إحنا عندنا أكاديمية معن فيها 12 دورة تدريبية. من أحد هذه الدورات هي دورة احترافية العمل التطوعي. جميل. وأيضا العمل مع الجماعة. فمن خلال هذه الدورات نسقل الشباب شلون يحترفون زيادة بالعمل التطوعي، اللي عشان ما تواجههم أي صعوبة أثناء ممارستهم العمل التطوعي. ممتاز ممتاز. إنزين، شنو من يعني من أي عمر تأخذون شباب؟ من عمر كم لكم؟ كمشروع معاً من 17 إلى 37 سنة، أما كحملة جود فلا، مفتوح للجميع. للجميع. معظمكم من المتطوعين شوفهم من فئة الشباب صغار، يعني معظمهم طلبة. شلون يأثر خاصة أنت الآن هذا المشروع اللي انطلقتوا فيه بهذه اللحظة؟ ترى في عندنا ناس قاعد يقدمون، كانوا امتحانات، ويمكن تقريبا الثانوية خلصوا أمس كان آخر امتحاناتهم. خلال الفترة اللي فاتت وانتوا وزعتوا، شلون نسقتوا ما بين هؤلاء الطلبة، امتحاناتهم، شغلهم، وعملهم التطوعي؟ الفترة اللي طافت لما وزعنا مع الإيجابيين الورد، احنا ننسق معهم، احنا ما نضغط على أي أحد. العمل التطوعي يعني هو صح في التزام، لكن مع ظروف الشخص. فكنا وايد يعني متفاهمين معهم ومع أوضاعهم، ويعني ما ضغطنا على أحد، بالعكس. احنا سعداء جدا بوجودكم، نتمنى لكم ان شاء الله المزيد من التقدم، ومعاكم احنا ان شاء الله من خلال جهازنا الاعلامي دائما احنا نحاول بقدر المستطاع ان ندعمكم من خلال الانتشار، ونقدم النصيحه لكل من يريد ان ينضم الى مشروع معا. ما عليه سوى ان يتصل علينا في برنامج العالم هذا الصباح عن طريق معدينا، نزودهم بارقام الهواتف للاستاذه جنان القناعي وكذلك للاستاذ زياد الحنيف، حتى يستطيع ان يدخل في هذا الجانب، حتى ينمي عنده الجانب الانساني، لان الحياه مو كلها عمل ويعني كسب رزق وعيش وغيره من هذه الامور. بالاضافه لذلك هنالك الجانب الانساني، بحاول انك تعطي من عندك ما يحتاج اليه الاخر. شكرا استاذ زياد. شكرا لكم. شكرا استاذ جنان، يعطيكم العافيه.